بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الثاني في مصلى مدينة مراكش اللي من خلاله كانت صلاة التراويح متنوعة، وكان مقرئ جديد، وكان جوج مقرئين، مقرئ في الأول ومقرئ الثاني من الشباب من كتاب الله الصعود الفراعيم. وكانت الإقبال اليوم كان متنوع وكثير بزاف، وكان الناس جاوا من جميع المناطق على مستوى مدينة مراكش من الجهة كلها، وكان واحد الحضور جد كبير اليوم على بالمقارنة مع البارح. والحمد لله الأمور غادية الحمد لله على قدم وساق بالنسبة للتنظيم وبالنسبة للإخوة اللي صارين على هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى باش تكون هذه البادرة تكون إن شاء الله تكون بادرة متميزة ومتنوعة، وتكون تعطينا واحد قيمة مضافة لمدينة مراكش، ويكون هذا التأثير وهذا التنظيم وهذا القيم اللي واخدين من وقتهم وصارين على إنجاح هذا العمل في ميزان الحسنات ديالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى باش كل جهود كلها مكتفة من أجل إنشاء هذه المبادرة اللي غادية من الولادة تاعتها، وغادية في واحد التطور اللي ملحوظ ومتميز وناجح.